أهلين وسهلين بالجميع. اليوم راح نعمل الجزء الثالث من الايفنت اللي اسمه سمر تايم. ما بديش اطول عليكم المقدمة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعل جرس التنبيه، حطوا لايك وانشوا المقطع، استمتعوا بالمقطع. اهلين اهلين اهلين، اليوم راح نعمل الجزء الثالث. بسم الله، نعمل نافيجيت. اوكي، طبعا لازم نروح للمكان اللي تحت الارض هذا، او مو مكان تحت الارض، لازم نروح لهذا المكان ونبلش المهمة عشان يفتح لنا الجزء الثالث من الايفنت. وطبعا بعد الجزء الرابع وبعد الجزء الخامس راح يجوا بعد هذا المقطع ان شاء الله. هيك راح نحكي، هيك بلشت المهمة، لازم نروح هون فوق. اوكي، فتحنا تليبورت هناك، خلينا نروح للمكان. بلشت قصة مرة ثانية، هيك دخلونا لهذا المكان، لازم نطلع لهناك بأي طريقة. اضغط على هاي دون 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 دون. اوي بيتحركوا، طبعا لازم نطلع لفوق. طريقة هيك، ما بعرف كيف طلعنا لهون بس طلعنا، يعني متنا بس طلعنا. خلينا اضغط على هاي. اوكي، هذول اللي بيتحركوا. لازم نعمل شي هون، اعمل هيك، شالت هاي وراحت لهون. اوكي، هاي بقدر ادورها هيك. بنيجي لهون مرة ثانية، نضغط هيك. حلو، يا ساتر، وصلنا لمكان مطلوب. قصة مرة ثانية، هيك خلصت القصة. اعطونا صندوق، بعد الصندوق لازم ننزل لتحت. بجي لهون مشان يطلعني شوي. هاي ما بقدر اضغط عليها هلا، وهي كمان ما بقدر افتحها. بالموسيقى بتقدر تفتحها. خليني انا من الاول بسرعه. هيك خلصناها، هيك خلصنا. هاي بقدر الفها. لو عملت هيك، حلو، فتحنا هذا الصندوق. اعطونا مفتاح، فلازم نرجع لهناك. هي ما بقدر الفها. اوكي، هي بقدر الفها هيك، نضغط هيك هيك، نطلع نفتح هون. خلينا ندخل للمكان. هيك دخلنا. ايه ده، يلا خلينا نتمشى. خلينا نتمشى. راح اقفز، راح اضلني تابع الشيء الاصفر اللي بيقولوا لي اروح له اروح له. اوكي، وصلنا لهون، اجت قصة. هيك طلعونا من المكان، خلينا نتبع الموسيقى اللي بتتمشى من هاي الجهة. تتمشى من هون. هاي الحجرة. حلو، خلينا نكمل من هاي الجهة. لازم نطلع لفوق، او شو، لازم ادخل لجوا. عشان ندخل لهون لازم الف هاي هيك، اضغط على هاي، راح تضرب هناك، تضرب هون، وتضرب هون، وتضرب هناك، وبنقدر نكمل طريقنا. هاي الحجر نكسرها. هيك خلصنا، لازم نطلع مرة ثانية. ما راح اكمل من هون، راح اطلع من هون عشان اعرف لوين رايح المي. وطالع لفوق هون. اوكي، لازم نشيلها هاي، الفها هيك، الفها مرة كمان، انزلها هيك واعمل هيك. حلو، شالتها. طب وين بيروح المي بعد ما شالتها؟ ايه ده، صار. اوكي، بنيجي لهون. خلصنا من هون، قالولنا نروح لمكان ثاني. قبل ما نروح خلينا نفتح هاي، بيقولولنا نرجع للمكان اللي كنا فيه في الاول، فخلينا نرجع. بنيجي لهون ونضغط عليها. هيك دخلنا للمكان مرة ثانية. بنيجي لعند الشجرة، نحكي معاها، نعطيها هذا الشراب اللي اخذناها او الماء. هيك خلصنا حكي مع الوردة. بعد ما اعطيناها الشراب لازم نروح لهون.
ترارارارا ندخل هيك خلصنا. اي 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 استنى استنى استنى, استنى. هون خلصنا، لازم نتمشى لهون. احكي، نضغط على هاد كمان كمان، هاي نضغط عليها بعدين نكمل. اضغط اوكي. هون لازم نتمشى لهون، ما لازم نطلع من هون، نجي لهون. اوكي بعد ما شلناهم راح نجي لهون. اضغط هيك، استنى اشوف شي. يعني ما كان لازم احرك شي. يلا حلو، خلينا نكمل من هاي الجهة. هلا لازم نضلنا ماشيين. اوكي هلا لازم اساعد اصحاب هذا البزوز الصغير، لازم اجي لهون اول شي. شو اساعدهم؟ قاعدين بيتمشوا بس ما بيعملوا شي. احكي معاها، حكينا مع الشخص ساعدناه. اوكي فكرت راح اقتل مونستر سو هيك شي مشان اساعد، بس لا تجوا بس تحكوا مع هاد كمان. هيك خلصنا. بعد ما خلصنا لازم نطلع لهون. هلا اجتمعوا البصاصيس الثلاثة. هيك خلصنا. اوي 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 لازم نطلع لفوق، بس كيف راح نطلع؟ استنى. اوكي طريق لقدام. لو ضغط هون راح تضرب هون، تضرب. اوكي نضغط هون. خلينا هلا نطلع لفوق. هيك وصلنا، نجي لهون نفتح الباب. هيك خلصنا حكي هون، فلازم نروح. اي جاي في مكانين، في اول مكان هون وثاني مكان هون. خلينا نروح لهذا المكان اول شي. بنجي لهون، تقدر تشوف المي مرة ثانية من هاي الجهة. فالشي اللي لازم نعمله نلف هاي هيك مرة ثانية. خلينا نلفها هيك لكان. راح تضرب هناك، تضرب هون، تضرب هون. اوكي هلا صح هيك. خلينا ندخل لهون. استنى لازم نعملها مرة ثانية. هاي المرة راح تضرب هون، وهي ضربت هون، وراح تضرب هناك. فالماي راح يكمل من هون. نجي نتسلق هون، وصلنا لفوق. بنجي لهون، هاي بنكسرها. هذا صندوق بنفتحه، الماي طلع. هيك خلصنا المكان الأول، فخلينا نروح للمكان الثاني. نقدر نشوف انه المي هون بيتحرك من هاي الجهة، بيتمشى لهون من تحت. فالشي اللي لازم نعمله، اول شي ننزل هاي هيك، ثاني شي نقتل هدول اول شي مشان نقدر نتحرك براحتنا. خلينا نلفها هيك، لا مو هيك. اوكي رح احاول الفها هيك، هلا صحيحة هيك. نضغط حلو، فخلينا نكمل مع بعض. المي بيطلع لفوق، خلينا نطلع من الدرج اسهل لنا. اوكي هون في حجر نكسرها. هيك طلع المي، خلصنا المهمة. هلا بنرجع للمكان هون. هلا دخلونا مرة ثانية لهاي المنطقة. خليني احاول اضغط هون اشوف شي اللي بيبعثوه لوين. طيرنا لفوق هون، لازم نعرف. اوكي في طريق من هاي الجهة ومغلق. خليني اضغط على هاي. شو اسمها هاي بالعربي؟ عادي. خلينا ندخل لهون. هلا رجعونا لهون، خلينا نطلع لهون. نجي لهاي هذا المكان، نضغط بيك، نعمل هيك. بدهم ايانا نروح لهون مرة ثانية، نضغط. اوكي ما خلونا ندخل، خليني اتبع هاي. بدهم مرة ثانية، من اي جهة لازم اروح؟ لازم اتسلق. هيك وصلنا لفوق، خلينا نكسر هاي الحجرة. وهلا طلع المي، خلصنا المكان الاول. خلينا نروح للمكان الثاني. هلا وصلنا لهون، بفرجينا من اي جهة بنروح؟ من هاي الجهة. يا خلينا نروح من هاي الجهة. وصلنا لهون، لازم استخدم هاي، ما بقدر استخدمها، فلازم اعمل هاي المهمة اول شي. هيك خلصناها. بنضغط هيك، راح تضرب هون هون هون. حلو، راح احاول اشوف لو تقدر تخليني اطير. حلو طيرتني. شو صار؟ طيرتني لفوق، والله ما بعرف كيف، بس يلا. هيك وصلنا لفوق، في صندوق خلينا ناخده.
المي هون، بنكسر هاي الحجرة، المي طالع. بعد ما عملنا الشي المطلوب قاعد بيفرجينا قصة. بعد ما عملنا هذا الشي هون طبعا بيطلب منا نجي لهون مرة ثانية. خلينا نروح للمكان نفسه، رح ندخل مرة ثالثة أو رابعة أو خامسة للمكان نفسه. هيك رجعونا لهون مرة ثانية وقالوا لنا نطلع لهون. خلينا نطلع للمكان هناك مرة ثانية. وصلنا للمكان، بعد ما خلصنا حكي راح يدخلونا مرة، لا ودونا لمكان ثاني. اوكي نعمل تريبورت للمكان الثاني. هون اللون غامق. هذا البربور بنرجع له. يا خلينا نقتل هدول اول شي. بعد ما خلصنا هون رجع. اوكي بدهم ايانا نروح لاخر منطقة، اسهل شي مشان نروح لهون. نيجي لهون ناخد باخرة ونروح للمكان. خلينا اروح للمكان وارجع لكم. وصلنا للمكان. قبل ما نروح نحكي معاها خلينا نفتح المنطقة. هيك فتحنا اخر منطقة. هلا بنيجي لهون. هيك خلصنا الجزء الثالث. بعد ما عملنا الجزء الثالث هي فتحت لنا. وطبعا لو بدكم تعملوا هي بتضغطوا بس على جو تو تشالنج بتلاقوها هون. بنعمل تليبورت. الاشياء اللي راح نعملها راح ادخل اعمل معاكم المهمة مشان تشوفوا كيف شكلها. بعد ما نعمل هي راح نحكي على الاشياء اللي لازم تعملوها. راح اختار هاي الشخصيات. الشي اللي لازم اعمله اضغط على هاي. اوكي نضغط ستارت. نقتل هدول 116 ثانية، لازم نقتل 5 مونسترات. هيك قضينا عليهم. نجي من هون نضغط على هاي. حلو اوكي راح يدفشنا لهون فوق. نجي نعمل اوكي، نجي لهون نعمل ستارت. اجي اضغط على هاي. هيك شفت لما ضغطت عليها شال منه الشيلد، فهلا سهل اضربه. اضغط عليها مرة ثانية. اوكي شال الشيلد. حلو خلينا نطلع للمكان الثالث. هاي استخدمناها ثاني مرة. هذا يمكن اخر مكان. كلها لازم اقتل 15 مونستر. يجي هيك خلصناها. ندخل على الايفنت. هاي الاشياء اللي اخذتها. اول واحدة ربحت تشالنج مرة، ربحت تشالنج 3 مرات. وهي لازم تعمل كومبليت للفاينل تشالنج وتستخدم الضربة اللي اسمها تريميلو فلوريت. هاي الضربة لازم تجيبها في المونسترات اللي ضدك مشان تنحسب. لازم تعملها 6 مرات، يعني الضربة اللي بتشيل الشيلدات. وهي لازم تعملوا دمج 12 مرة بهذا الشيء اللي بتشوفوه في الشاشة، يعني اللي محطوطة في نص الراوند الأخير. وتذكروا بس في الراوند الأخير بتنحسب الضربات، مو في كل الراوندات، بس في الراوند الأخير. إن شاء الله يكون عجبكم المقطع وتكون استفدتوا من المقطع. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، تنبيه، حطوا لايك وانشروا المقطع. نراكم في المقطع القادم. سلام.